أرهان مشان الله افتح عيونك. مو أساس هالسلاح كان لعبة؟ مين يلي بدل السلاح؟ أنا ما عم بفهم شي، فجأة قواصة طلعت الرصاصة يا عمي. إيه الرجال انصاب بسلاح بابا. إيه مدرسة أتمان الخاصة، لو سمحتوا بعتولنا سيارة إسعاف بأسرع وقت. أرهان أرهان افتح عيونك، بترجاك تحمل شوي. أنا شو عملت؟ أرهان رد علي، بترجاك لا تعمل هيك. أنا قوصت عمي. عمر أنت ما سويت شي. قوصت عمي. مين هالعديم الشرف اللي بدل السلاح؟ أوجان شوف نبضه، شوف نبضه. عمي عم تسمعني عمي؟ في نبض ابك، في نبض، يعني بابا لساته عايش. طيب شو عم تستنوا؟ يلا ناخده على المشفى. استاذ بوراك اتصلت بالاسعاف، هو عم ينزف كتير. هن بالطريق دقيقتين وبيوصلوا، بس حاولوا انكم تهدوا وتروقوا شوي. Thank you.